كما لاحظنا المؤتمر يركز على استخدام تقنية الاتصالات والمعلومات في التعليم وبشقيه طبعا المدرسي والعالي، ونأمل من خلال المشاركة الواسعة والكبيرة الذي حظي بها المؤتمر من خلال متخذي القرار والشركات المصنعة للتقنية وكذلك المؤسسات المستخدمة لهذه التقنية من خلال حضورهم لهذا المؤتمر في قاعة واحدة، وكذلك أيضا نأمل من مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة إنها تحظى أو تستغل هذه الفرصة لتسويق منتجاتها من ناحية، ومن ناحية ثانية أيضا الاستفادة من الشركات الداعمة والمصنعة، وكذلك الاستفادة من تسويق منتجاتها خارج السلطنة. هذه كلها في الحقيقة أمور وأهداف نسعى من خلال هذا المنتدى تحقيقها. الطموح كبير إن عمان تتبوأ إن شاء الله مكانتها في موضوع اقتصاد المعرفة وفي تصدير يعني بعض المنتجات، وأنها تسهم في الحقيقة في إنتاج المعرفة يعني أكثر مما إنها تستهلك هذه المعرفة. هذا ما نتمنى سواء كان في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات أو في التقنيات الأخرى. ففي الحقيقة هناك كثير من الأشياء يقوم الطالب بتعلمها من خلال التقنيات الحديثة، وهذا يفرض نفسه إنه على المؤسسات التعليمية إنها تتبنى مثل هذه التقنيات وإنها تعمل على إدخالها ضمن مناهجها. ولربما يوم من الأيام بعض المقررات سواء في التعليم المدرسي أو التعليم العالي يتم تدريسها عن طريق الشبكي، التعلم الشبكي بدل من حضور الطالب إلى المدرسة. أنا ما أعتقد إن ذلك بعيد جدا يعني.